أنا فكرت الخطة التحفيز الاقتصاد الجديدة صفت على جنب، بس شكله لسه فيها شوية روح. أنا اسمي إيهاب، هاي اسمها سكاي. إذا كانت هاي أول مرة لكم بالقناة فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام، بعتذر عن اللي صار امبارح. اليوتيوب طلب مراجعة للفيديو اللي نزلته، فكان عندي خيارين، يا إني أمسحه أو إني أعمله برايفت عبال ما يخلصوا مراجعتهم، فاخترت الخيار الثاني، فعشان هيك أنا بعتذر مرة ثانية. بتمنى نبدأ الفيديو بلايك، إذا ما عجبكم الفيديو بآخر الفيديو حطوها ديسلايك، على الأقل يكون في تفاعل مع القناة لأنه كتير بيساعدها. هلأ بخصوص عنوان الفيديو وبخصوص خطة تحفيز الاقتصاد اللي قاعدين يكتبوها الجمهوريين للمرة الثانية، حتكون كحل جديد لأزمة الخلافات بين الحزبين. هلأ اللي صار إنه أعضاء الحزب الجمهوري تواصلوا مع ستيف مانوشن وزير الخزنة ومارك ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض الأسبوع الماضي، لكن أهم شيء في هاي الخطة اللي هيعرضوها الجمهوريين إنه هيكونوا تقريبا كلهم متفقين ومتحدين، ورح يخفضوا الواحد تريليون اللي كانت موجودة في هيلز أكت. مش إنهم بدهم يزودوا شغلات يعملوها أكثر من واحد تريليون، لا، بدهم يخفضوها من واحد تريليون. لما يكون في اتحاد ودعم بين أعضاء الحزب الجمهوري وبعض، هيك بيعطيهم قوة أكبر في المفاوضات مع الديمقراطيين. وعلى حسب الكلام اليوم الثلاثاء راح يتم الإفصاح عن هذا المشروع. هلأ الأمور اللي حتكون مشمولة في هذه خطة تحفيز الاقتصاد الجديدة، بيحكوا إنه حيكون مساعدة البطالة $300 بدل ما كانت $600 قبل، أو $200 زي ما الجمهوريين طلبوا في هيلز أكت. حتكون $300 موافقة لمساعدة البطالة اللي بتنزل من الحكومة الفيدرالية حسب القرار التنفيذي اللي وقعه ترامب قبل أسبوع وإشي. وكمان حيكون في دعم PPP لون للمؤسسات والشركات الصغيرة، وحيكون في تمويل للصحة والتعليم. وهاي المرة حيكون في ضغط أكبر إنه يكون في حماية للشركات والمؤسسات والجامعات والكليات، Liability Protection اللي كان يتكلم عنها ميتش ماكانل وحتى مكارثي في الهاوس. أهم شيء عندهم إنهم يحموا أصحاب الشركات والمؤسسات من أي حدا ممكن يرفع عليهم دعوة قضائية بسبب إنه انصاب بكورونا فيروس أو شيء. وحكوا كمان انه حيكون في مساعدة للبريد USPS، حيعطوهم $10 مليار، نفس الرقم اللي عرضه ستيف مانوشن وزير الخزنة الامريكية على نانسي بيلوسي وتشاك شومر خلال مباحثاتهم، مع انه الديمقراطيين بدهم $25 مليار لمساعدة البريد في خلال ازمة كورونا، لكن هم بشكلهم حيعرضوا بس $10 مليار. انا بدي اعطيكم فكرة عن البريد. نانسي بيلوسي اجتمعت مع اعضاء مجلس ادارة البريد اللي عينهم ترامب وطلبوا منها $50 مليار عشان يمروا خلال ازمة كورونا. اللي صار نانسي بيلوسي حكت حنعطيكم $25 مليار في هيروز اكت، نص المبلغ، والنص الثاني راح نعطيكم اياه مع مشروع قرار البنية التحتية اللي مر من الهاوس. بهيك بياخدوا $50 مليار. ليش اجلت $25 مليار؟ حكت انه حاليا احنا بهمنا الانتخابات ونتأكد انه كل شيء تمام. $25 مليار الثانية الها خاص بالبنية التحتية والها خاص بالسيارات وشغلات، ف 25 مليار الأولى أهم من 25 مليار الثانية، فالبريد بيقدر يصبر. وعلى فكرة أعضاء مجلس إدارة البريد تم تعيينهم عن طريق ترامب، مش إنه مثلا ديمقراطيين أو شيء، لا لا لا، بالعكس هذول جماعته، وجماعته بدهم فلوس، متفقين مع بعض شيء أنا ما بعرف، بس هيك هم بدهم. لكن من الشغلات اللي حتكون في خطة تحفيز اقتصاد الجديدة إنه ما راح يكون فيها شيك تحفيز اقتصاد جديد للشعب. الشيك تقريبا بيكلف $300 مليار، عشان يكون السعر للمشروع الجديد اقل من 1 تريليون، ففي شغلات كتير لازم يشيلوها ويخفضوها، وشيك تحفيز الاقتصاد واحد منهم. وبهيك زي ما بحكي في احتمال كبير انه شيك تحفيز الاقتصاد ما يكون في الخطه الجديده، احتمال، رغم انه هيلز اكت خطه الجمهوريين كانت تحتوي على شيك تحفيز الاقتصاد، وحتى كانت بتشمل عدد اكبر من الناس، يعني اللي ابنائهم بروحوا على الجامعه مشمولين، واللي بحط ابائه وامهاته معاهم في الضريبه مشمولين، وسعرها تقريبا حيكون اغلى من شيك تحفيز الاقتصاد عند الديمقراطيين، لانه الديمقراطيين بدهم يروحوا مع هيروز اكت. الجمهوريين معارضين لقصة شيك تحفيز الاقتصاد من البداية. في كثير من اعضاء المجلس معارضين، حتى ميتش ماكانل نفسه مرة تكلم انه بده يكون سقف الراتب للعزابي $40,000 عشان ياخذ الشيك. لكن هيلز اكت مشيت على نفس طريقة كيرز اكت وحطوا $75,000 للعزابي. يعني من الاول ما في رغبة للشيك. والخطة الجديدة للأسف ما فيها أي كلام عن الشيك. لكن الغريب في الموضوع إنه مارك ميدوز رئيس الموظفين في البيت الأبيض طلع قناة CNN وحكى إذا نانسي بيلوسي وتشاك شومر بدهم $25 مليار يروحوا للبريد USPS ما عندنا مشكلة، لكن لازم يكون في شيك تحفيز اقتصاد يروح للشعب، وكمان PPP لون يروح للمؤسسات والشركات الصغيرة. فأنا مش عارف كيف ممكن يكون في تعارض إنه البيت الأبيض بده شيك تحفيز اقتصاد، الجمهوريين ما بدهم شيك تحفيز اقتصاد، تقريبا هم متفقين ومش متفقين.
الخطة المفروض يعرضوها اليوم على مجلس الشيوخ ويتكلموا فيها، بدنا نشوف شو الشغلات اللي شلوها، خفضوها، ممكن زودوها، ونشوف كيف هالخطة راح يتم التصويت عليها، خاصة انه الديمقراطيين اكيد راح يرفضوها، خاصة تشاك تشومر زعيم الاقلية في المجلس اكيد راح يرفضها، ونشوف كيف نانسي بيلوسي راح تطلع في التلفزيون تقعد تبهدل فيهم، ما راح تترك ولا قناة الا تطلع فيها وتبهدلهم. لكن بالاخر على حسب كلام ميتش ماكونيل الموضوع حيحتاج اسابيع، هذا والله اعلم. هلا نرجع لموضوع البريد ونتكلم عن اخر التطورات اللي صارت فيه. انا حكيت انه الهاوس طلب من مدير البريد دي جوي انه يجي قدام الهاوس ويسالوه، وانه الهاوس ممكن يجتمع يوم الثلاثاء عشان يعملوا تصويت على مشروع قرار بلغي كل التغييرات اللي سواها دي جوي، وحتى التغييرات اللي صارت من قبله من اول يناير 2020 لبعد الانتخابات. اللي صار انه دي جوي حيكون قدام مجلس الشيوخ يوم الجمعه عشان يتم مساءلته. مجلس الشيوخ بده ياخذ حل سريع للازمه ويعرف شو اللي بيصير وشو المطلوب. ليش الديمقراطيين طالبين 25 مليار دولار لو ما توفرت؟ شو حيصير للانتخابات؟ هل حيكون لها تاثير سلبي؟ هاي من الشغلات اللي حابين يشوفوها في مجلس الشيوخ. سيناتور الجمهور رون جونسون بده يعرف ليش الديمقراطيين طالبين 25 مليار دولار، هل هي ضروريه وهل البريد فعلا محتاجهم؟ وعلى فكره هذا راح يعطي الديمقراطيين فرصه كبيره، لانه لما يكون دي جوي قدام مجلس الشيوخ نحكي يوم الجمعه وينسأل ويحاول يتهرب من أسئلة أو يجيب إجابات مش منطقية، هذا هيعطي فرصة للديمقراطيين في الهاوس إنه يجهزوا حالهم عشان لما يجيهم دي جوي يحطوه في الزاوية. السيناتور هاريس وبيترز فتحوا فيه شكوى وحيتم فيها التحقيق، فالموضوع قاعد يكبر كتير ضد دي جوي. شو ما كان بيسوي أول تقريبا كل شيء حينكشف، كان كويس كان مش كويس كل شيء راح ينكشف. أنا حتى بتابع في السوشيال ميديا شو رأي الناس باللي بيصير في البريد والشغلات هاي، وكثير ناس بحسوا إنه القاعد يصير عبارة عن سرقة لحقهم الدستوري بالتصويت، بدهم يصوتوا بالبريد يصوتوا، مش لازم ينجبروا أو يكون البريد ضد إنه يخدمهم في هذا الشيء. وبعدين على فكرة لو تفكروا فيها، يعني ليش الواحد لازم يروح على مكان الاقتراع وبعيد الشر يجي الكورونا فيروس؟ إذا في طريقة سليمة وسهلة والناس بيقدروا يصوتوا فيها ويحطوها من سيارتهم، مش هذا احسن ما يكونوا شخصيا في المكان؟ واليوم الثلاثاء في تصريح من مكتب مدير البريد لويس دي جوي بيحكوا فيه انهم راح يوقفوا كل التغييرات لبعد الانتخابات الامريكيه بسبب احتجاجات الحزبين، وقال دي جوي راح نتجنب اي تاثير على البريد الانتخابي، فساقوم بتعليق كل المبادرات الى ما بعد الانتخابات. يعني من اولها سلم. هلا انا ما بعرف اذا قصده بالتغييرات اللي كان حيسويها في المستقبل، لانه الديمقراطيين ما بدهم هيك، الديمقراطيين بدهم الغاء كل التغييرات اللي صارت في الماضي كمان، فهذه الشغله حتكون نقطه خلاف. بتمنى اللي ما اعطاني لايك لهلا انه يعطيني لايك، حولوا الزر من لون رمادي لازرق، انتم هيك بتساعدوا القناه. نكمل اخبار. نانسي بيلوسي طلعت على قناه ام اس ام بي سي وردت على مارك ميدوز والكلام اللي حكاه بخصوص التصويت في البريد، حكت فيه طنشوه ما تردوا عليه، وانه حنكمل تصويت بالبريد وما راح نخاف، وحيكون تصويت ناجح وما راح نخاف من كلامهم، لان هذا يعتبر نجاح لإلهم. Let me, if I just may, with all due respect to reporting and the rest, don't pay any attention to them. Their purpose is to frighten people from voting. The more chaos they can create, the more fear they can instill about, well, your vote's not going to count anyway, it won't matter, and it's probably corrupt and get caught up in some. That's their purpose. Their purpose is not to have to remove obstacles of participation, to honor the vision of our founders that we would have the sacred right to vote. It's to scare people. So ignore them. هلا بخصوص حالات كورونا في أمريكا، تم الإعلان عن أكثر من 35 ألف إصابة في أمريكا يوم امبارح و440 حالة وفاة للأسف. وبهيك أنا أعطيتكم أخبار كل شيء صار في الفترة القصيرة الماضية، وإن شاء الله إذا صار إشي جديد راح أنزل لكم فيديو مستقل ممكن يكون عن خطة الجمهوريين الجديدة. بشكركم كتير على كلامكم الطيب ودعمكم وتعليقاتكم، وإن شاء الله ما رح أقصر معاكم. اللي مش مشترك لهلا بتمنى إنكم تشتركم، رح يوصلكم كل جديد، رح أوفر عليكم وقت ورح أجيب لكم كل الأخبار اللي بتصير هون في أمريكا، وإن شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. أنا وسكاي، تحياتي للجميع، سلام.